فنان محمد حسن، أهلا وسهلا فيك عبر موقع فوشيا. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بموقع فوشيا. بداية خليني بلش معك من آخر مشاركة لك بمسلسل حارس القدس اللي كانت بموسم رمضان 2020. نحكي عن هاي التجربة، نحكي كمان كيف تلقيت صدى نجاح العمل. هلا أكيد من أول ما أخذت القرار بإني يكون بهاي التجربة كنت عم باخد قرار بإني يكون بمسلسل بيحكي عن شخص بيعني لكل سوريا وبيعني للوطن العربي، المطران هيلاريون كابوجي، وبنفس الوقت عم بشتغل مع مخرج له اسمه بالدراما السورية والدراما العربية، المخرج باسل الخطيب. فأكيد كنت عارفان بأنه هاي التجربة رح تضيف لي، رح تكون بالسي في تبعي شغلة مشرفة. عم نشتغل عن شخص، عم نحكي سيرة ذاتية عن شخص قدم للوطن العربي وقدم لسوريا وللناس، وعلمون الحب وعلمون الإنسانية وكان مع المقاومة. فكنت سعيد جدا، انبسطت من انه الناس فهمت هذا العمل وطبيعة هذا العمل، انبسطت بالنجاح يلي حققه، وكنت سعيد يعني بالأصداء تبع النجاح، وتمنيت لو انه كانت في لي مساحة. نحن مثل ما بنعرف مسلسل شارع شيكاغو يلي كان من المفترض انه ينعرض بموسم رمضان 2020، حضرتك من الناس المشاركة فيه. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، نحكي كمان عن شخصية حضرتك وتطوراتك. شارع شيكاغو مع المخرج محمد عبد العزيز، مسلسل بيحكي عن ستينات، يعني هو زمنين 2020 وفلاش باك لنفس الشخوص الموجودة بال 2020 بنشوفها بالستينات. هي الفترة الجميلة اللي كانت بسوريا، هي الفترة الرائعة اللي كان فيها كل شيء حلو ونقي، اللي كان فيها أشياء إلى علاقة بال بحب الوحدة وبحب العرب لبعض وبحب الشخوص بين بعضهم وكذا. مسلسل غني بيحكي عن أكثر من خط، ما رح أحكي أنا هلأ، أكيد بتشوفون. أنا شخصيتي اسمها همبر، واللي هو اسم من أسماء الضبع، الشخصية تلقب بالضبع. حبيت أنه هي عكس شكلي، أو ما بعرف إذا شكلي بيشبه الضبع، حبيت أني عم بعمل هاي الشخصية. وبنفس الوقت هي شخصية إلى علاقة بشيء السهر، أماكن السهر، أماكن وجود الطرب والغناء والرقص. فهو حامي لمكان بيقعد فيه، بيحمي المكان من أي فكرة غلط، من أي شيء، من أي حدا فايت يخرب السهرة أو إلى آخره. وفي عنده خط مع مجموعة من الشخصيات بنشوفها إن شاء الله لما بنعرفه. ببداية انطلاقتك كنت كتير من الناس اللي حصدت جوائز بالمسرح، اليوم المسرح وين برحلتك الفنية؟ وين؟ أنا ما بعرف وين والله، يعني المسرح وين عن جد، وين؟ ما بعرف، يعني غايب. حصدت جوائز وكنت متأمل بأنه هاي الجوائز تعمل شيء، وأنه نرجع نجي نشتغل مسرح، نجمع بعضنا، نعمل هذا الشغف للكل. المسرح اليوم في مقولة بيقولوها الكل، أنا كشخص بتعمل لي نوع من الإحباط، بس بضل بقول لا، في أمل، في أمل. إنه المسرح ما بيطعم خبز، ليه؟ لأنه بسوريا لا يوجد مسرح. وأنا عن جد هذا السؤال بدي أسأله عبر هذا الموقع لكل المعنيين بالمسرح، ليش اليوم المسرح والسينما مهملين بسوريا، وحتى الدراما عم بتروح بجهة الإهمال؟ المسرح ما بيطعمي خبز، ما بعرف المديرية ليش ما عم تعطي أجور للمسرحيين اللي بدهم يشتغلوا، ما عم تعطي أجور للمخرجين، ما عم تعطي أجور للنجوم اللي هن نجوم دراما أو سينما لما بيجوا بيشتغلوا مسرح. أنا تعلمت بالمسرح، وقوفي على خشبة المسرح فادني. موضوع الارتباط وإنشاء أسرة والدخول بالقفص الذهبي ممكن يبعد محمد حسن عن الفن، أو يكون هذا الشيء هو السبب تخوفه أنه يبتعد عن الفن؟ إذا دخلت بالقفص إيه لا، بس حسب مفتاح القفص مع مين، معي ولا مع الشريكة؟ إذا معي لا ما رح يبعدني، بفتح وبطلع. لا، من لما قررت بإني أكون ممثل ما قلت لحالي ما في شيء رح يمنعني عن إني كمل وتابع ووصل للشيء اللي بدي إياه، وأقول أنا موجود وتصنيفي من الممثلين. هون لا يعني بقى الممثل المرتبط أو المتزوج أو الأعزب أو المطلق أو الأرمل أو إلى آخره، يعني لا تعني هاي التسميات. لازم بالكينوني تبع الحياة أنه أنا أحب ونحب طبعا أحب وأعمل علاقة وأعمل أسرة. بالعكس بظن هي التوطيد لا أنا يعني لخطواتي. الممثل وعندي عائلة وأولاد، فيعني هي شغلي ما أنا غلط.
فلا بظن العلاقة اليوم ضرورية لأي شخص. الحب هو موجود بالحياة إجباري عن كل من لا يريده. فلا الارتباط ضروري، وأنا إن ارتبطت ولا ما ارتبطت أو مرتبط أو غير مرتبط أنا مكمل. لحظة، بما أنه نحن هلأ بموضوع الارتباط ولحالك حكيت أستاذ محمد، الحب بحياتك وين؟ وين؟ مع المسرح. موجود. من الوسط أو خارج الوسط؟ بخليها للأيام. خلينا هيك سكوب حصري عبر موقعنا، ما طلبنا اسم نحن. بس لقلك شغلي، ما بعرف عن جد، يعني مو بلكي تركت مثلا السنة الجاي. بس في حب. ايه في حب، علاقة عمرها 6 سنين بحبها، وبقلها كمان انه خليكي قوية مثل ما بعرفك، وان شاء الله الايام الجاي بتجيب اخبار. أعمالك الأخيرة وين يا ترى؟ وين رح هلأ عم بتجهز؟ في نصوص تقدمت لك، انعرض عليك شيء؟ إيه هلأ أنا بصراحة بصدد شيء خاص له علاقة بمشروع يوتيوب، ممكن يكون برنامج رح أقوله هلأ، ممكن يكون قريبا عم نجهز له أنا ومجموعة من الشباب الظراف كتير بهي بالوسط الفني وبالدراما السورية. رح نتجه باتجاه نعمل شيء خاص فينا، هو عبارة عن برنامج شو ضمن قوالب ستاند اب كوميدي اللي نحكي عن كتير مواضيع، واسمه الدينامو. ثانيا في أجزاء يعني باب الحارة مسلسل أجزاء، وهلأ الجزء الـ 11 على ما أظن مستمر، ففي رح يكون تعامل مع المخرج محمد زهير رجب بجزء من باب الحارة هذا الجديد، وعم بقرأ مجموعة من النصوص. بظن أنه يعني هو نص جنب باب الحارة، في إشكالية بأنه ماني عارفان إذا الشركة ناوية تأنجو ولا لأ.